والابن والروح القدس الاله الواحد آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. يا الاخوة نجمع افكارنا، اجتمعنا اليوم حول صليب المسيح، نرفع انظارنا الى صليب المسيح، هذا الصليب الذي هو علامة المحبة التي تصل الى اقصى الحدود. أمام هذا الصليب نقف خاشعين، طالبين رحمة الله وطالبين غفران خطايانا. أنا أعترف لله القادر على كل شيء وإليكم أيها الإخوة لأني خطيت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جدا. ذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا، ليرحمنا الله القدير وليغفر لنا زلاتنا وليبلغنا إلى الحياة الأبدية. Kyrie,
يسوع من عن يمين الأب ارحمنا لأنك أنت وحدك القدوس أنت وحدك من شاءت إرادتك أن تخلص الجنس البشري بصليب المسيح أنعم علينا وقد عرفنا سر هذا الحب العظيم على الأرض بأن نجني ثمار الفداء يوما في السماء بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور القراءة الأولى قراءة من سفر العدد. في تلك الأيام ضجرت نفوس الشعب في الطريق وتكلم الشعب على الله وعلى موسى وقالوا لماذا أصعدتنا من مصر للموت في البرية فإنه ليس لنا خبز ولا ماء وقد سئمت نفوسنا هذا الطعام الخفيف فأرسل الرب على الشعب حيات نارية فلدغت الشعب ومات قوم كثيرون من إسرائيل فأقبل الشعب على موسى وقالوا قد خطئنا إذ تكلمنا على الرب وعليك فادعوا الرب أن يزيل عنا الحيات فتضرع موسى لأجل الشعب فقال الرب لموسى اصنع لك حية وارفعها على سارية فكل لديغ ينظر إليها يحيى فصنع موسى حية من نحاس وجعلها على سارية فكان أي إنسان لدغته حية ونظر إلى الحية النحاسية يحيى كلام الرب الشكر لله الرب نوري وخلاصي فممن أخاف الرب حصن حياتي فممن أفزع الرب نوري وخلاصي فممن أخاف الرب حصن حياتي فممن أفزع اصغوا يا قومي إلى تعليمي أرهفوا مسامعكم إلى أقوال فمي إني أفتح فمي ضاربا الأمثال وأستحضر أسرار غابر الأزمان الرب نوري وخلاصي فمن من أخاف الرب حصن حياتي فممن أفزع كانوا إذا بطش بهم إياه يلتمسون وينقلبون إليه باكرا يسرعون وتذكروا إن الإله ملجأهم إن العلي هو المدافع عنهم الرب نوري وخلاصي فممن أخاف
الرب حصن حياتي فممن أفزع. ثم خدعوه بأفواههم وراحوا يكذبونه بألسنتهم، ولم يكن قلبهم نحوه قويما، وما ظلوا لعهده مخلصين. الرب نوري وخلاصي فممن أخاف، الرب حصن حياتي فممن أفزع. لكنه كان رحيما وللذنوب غافرا، وما كان لينزل بساحتهم دمارا، بل ظل يقدم غضبه ويهدي سخطه. الرب نوري وخلاصي فممن أخاف، الرب حصن حياتي فممن أفزع. القراءة الثانية: وضع نفسه لذلك رفعه الله. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيلبي. إن المسيح يسوع مع إنه في صورة الله لم يعد مساواته للغنيمة لله غنيمة، بل تجرد من ذاته متخذا صورة العبد وصار على مثال البشر وظهر بمظهر الإنسان، فوضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله فوق كل شيء ووهب له الاسم الذي يفوق جميع الأسماء، كيما تجثو لاسم يسوع كل ركبة في السماء وفي الأرض وفي الجحيم، ويشهد كل لسان أن يسوع المسيح هو الرب، تمجيدا لله الآب. كلام الرب. اسمع الإنجيل المقدس. سلام لجميعكم. لروحك أصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب. صغي في ذلك الزمان قال يسوع لنيقوديموس: لم يصعد أحد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، وهو ابن الإنسان. وكما رفع موسى الحية في البرية، فكذلك يجب أن يرفع ابن الإنسان لتكون به الحياة الأبدية لكل من يؤمن. فإن الله أحب العالم حتى إنه جاد بابنه الوحيد
لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. فإن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم حقا. لك يا رب المجد لولا. إخوتي الكهنة، أبونا حكمة حددين، سعيدين بوجودك بيننا. عطوفة رئيس البلدية سيد عمر حكروش، أخوات الراهبات، راهبات الصليب، سر مدلين ربابنة، الرئيسة الإقليمية مير إيناس، سعداء بوجودك بيننا وبجميع الراهبات الموجودات فيما بيننا اليوم. تجمعنا هو بعيد الصليب، بعيد ارتفاع الصليب، وهذا الاحتفال هو احتفال برمز ديانتنا المسيحية، احتفال بمن انتصر على الصليب ومنحنا الحياة، احتفال بمن الذي احتمل آلام الصليب من أجلنا جميعا. عادة نتأمل في الصليب المقدس يوم الجمعة العظيمة، نتأمل بمدى هذا الحب الذي قاد المسيح إلى تحمل آلام الصليب، ولكن تأملنا يوم الجمعة العظيمة بيكون بجو من الحزن والكآبة والموت. اليوم نحتفل بعيد، عيد ارتفاع الصليب، بجو من الفرح. نتأمل في هذا الانتصار، انتصار الصليب في ارتفاع الصليب، هذا الصليب الذي كان رمز للألم، للعذاب، للموت. عندما مات السيد المسيح كان هذا هو المتعارف عليه عن الصليب، ولكن مع السيد المسيح ومع انتصار السيد المسيح على الصليب أصبح رمزا للحياة، للنور، للنصر. ليس المهم هو الأصل التاريخي للعيد، هناك أصل تاريخي نعرفه جميعا لهذا العيد، ولكن ما يهمنا اليوم هو أن نرفع أعيننا جميعا إلى الصليب، تماما مثل الشعب العبراني في صحراء سيناء الذي قرأنا عنه في الرسالة الأولى. عندما لدغتهم الحياة طلب الله من موسى أن يصنع حية نحاسية ويرفعها على سارية، وكل من ينظر إليها يحيا، يشفى، ينال الشفاء. وهذا ما يطبقه السيد المسيح، لأنها كانت رمز إلى ارتفاع المسيح على الصليب، كما رفع موسى الحية في البرية كذلك يجب أن يرفع ابن الإنسان لتكون الحياة الأبدية لكل من يؤمن. عيدنا اليوم هو تعلقنا ونظرنا إلى هذا الصليب المقدس، به ننال الشفاء. الشعب اليهودي نال الشفاء من لسعات الحية ومن سم الحية، ونحن ننال الشفاء من الخطيئة ومن العصيان، وهذا سم أيضا في علاقتنا مع الله وعلاقتنا مع القريب. خطيئة الإنسان الأول كانت خطيئة كبرياء، ونعلم ما معنى الكبرياء في حياة البشر في وتأثير ذلك على علاقتهم فيما بينهم. والمسيح تواضع، الذي لم يعد مساواته لله غنيمة، بل أخلى ذاته متخذا صورة العبد، يعلمنا التواضع بعد هذه الكبرياء. خطيئة الإنسان الأول كانت خطيئة عصيان، ولذلك دخلت الخطيئة إلى العالم، فأتى المسيح وأطاع، أطاع حتى الموت، الموت على الصليب. المسيح الذي تجرد من ذاته
وشفى هذا العالم من عصيانه ومن كبريائه. ولأنه تواضع يقول لنا القديس بولس: لذلك رفعه الله ووهب له الاسم الذي يفوق جميع الأسماء. سيد المسيح في إنجيل اليوم عندما أراد أن يشرح لنا معنى الصليب، مع أنه كلمة صليب لم تذكر في إنجيل اليوم، يقول لنا إن الله أحب العالم حتى أنه جاد بابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هكذا أحب الله العالم، إلى هذا الحد أحب الله العالم حتى أن أرسل ابنه الوحيد ليموت على الصليب فيكون سبب شفاء وخلاص ونصر لنا جميعا. أصبح الصليب علامة محبة مع المسيح، قمة المحبة. بهذا احتمل السيد المسيح عذاب الصليب والألم من أجلنا ومن أجل أن يعطينا الحياة. وفي مكان آخر في الإنجيل يقول السيد المسيح: ما من حب أعظم من حب من يبذل نفسه في سبيل أحبائه. اليوم عندما ننظر إلى الصليب لا نرى فيه الألم والعذاب، ولكن نرى فيه قمة المحبة التي تحتمل كل ألم وعذاب من أجل الآخرين ومن أجل البشرية. هذا هو معنى الصليب. الصليب كما قلنا في البداية هو شعارنا جميعا، فلنفخر جميعا بهذا الشعار ولنحمله دائما ونضعه في بيوتنا وعلى صدورنا. ولكن الصليب، تأملنا في صليب المسيح يعلمنا أن الصليب الذي حمله المسيح ليشاركنا في آلامنا يعلمنا أن نتحمل نحن أيضا صلباننا، ليس بروح التذمر والمعاناة ولكن كأداة خلاص. كلما تعرضنا للعذاب، كلما تعرضنا للألم، كلما تعرضنا للضيق، كلما تألمنا في حياتنا، لنرفع أنظارنا إلى صليب المسيح لنرى كيف أن المسيح شاركنا في آلامنا، تألم مثلنا نحن البشر وتألم من أجلنا، تألم مثلنا لأنه أصبح إنسانا مثلنا، وتألم من أجلنا لكي يمنحنا الخلاص ولكي يعلمنا كيف نحتمل صلباننا وصلبان هذه الحياة. فلنحمل صلباننا خلف السيد المسيح ولنشاركه في آلامنا كما شاركنا هو، ولنضع آلامنا في آلامه ونشترك معه من أجل خلاصنا وشفائنا وشفاء العالم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماوات ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مسام في الجوهر الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الأب، إذن سيأتي بمجد عظيم يدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن وزاد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى
والحياة في الدهر الآتي. آمين. أيها الإخوة الأحباء، لنرفع صلاتنا إلى الله الآب القادر على كل شيء، الذي يريد أن يخلص جميع الناس ويبلغ معرفة الحق. نرفع صلاتنا إليك يا أبانا السماوي من أجل كنيستك ورعاتها، ولا سيما قداسة البابا فرانسيس وبطاركتنا وأسقفنا جمال خضر وسائر الأساقفة والكهنة المكرسين. هبهم جميعا نعمة الثبات في الإيمان والرجاء والمحبة، واجعل حياتهم شهادة حية لمحبتك، نسألك يا رب. استجب يا رب. نصلي إليك يا أبانا السماوي من أجل بلادنا والمسؤولين فيها، ونخص بالذكر جلالة الملك عبد الله الثاني وسائر معاونيه والمسؤولين السياسيين والأمنيين والاجتماعيين. بارك جهودهم في سبيل خير العام، وقبل تضحياتهم، وعوضهم بالصحة والخير والعافية، نسألك يا رب. استجب يا رب. نصلي إليك يا أبانا السماوي من أجل أن يسود السلام والوئام مجتمعات بلادنا العربية، ولا سيما تلك التي تعاني من ويلات الحروب والانقسامات والمآسي. وفق الساعين إلى السلام فيها، وازرع الرجاء في قلوب أبنائها، وخفف معاناة البائسين والمهجرين، نسألك يا رب. استجب يا رب. نصلي إليك يا أبانا السماوي من أجل جمعية راهبات الصليب، امنحها ربي من فيض محبتك ورحمتك، فتبقى متأهبة لخدمتك بفرح وسرور وبدون كلل أو ملل. أفضي عليها بدعوات سخية، واجعلها تستحق أن ترى مؤسسها الطوباوي الآب يعقوب قديسا مرفوعا على مذابح الكنيسة المقدسة جمعاء، نسألك يا رب. استجب يا رب. نصلي إليك يا أبانا من أجل المقيمين في هذا البيت من راهبات وموظفين والنزلاء، ازرع يا رب في قلوبهم روح المحبة والتعاون والسلام، فيكون هذا البيت إشعاعا لمحبتك ومثالا للخدمة المجانية، نسألك يا رب. استجب يا رب. نصلي إليك يا أبانا السماوي من أجل المحسنين إلى جمعية راهبات الصليب، ونخص بالذكر المحسنين إلى بيت العناية الإنسانية. بارك ربي إحساناتهم ووفقهم في مساعيهم وحياتهم ليبقوا مصدر خير وبركة، نسألك يا رب. استجب يا رب. نصلي إليك يا أبانا السماوي من أجل كل من تعب وضحى وساهم في تحضير هذه المناسبة، الذين عملوا في العلن وفي الخفاء، باركهم ربي واقبل أعمالهم وذدهم عطاء وخيرا، نسألك يا رب. استجب يا رب. نذكر أمامك يا رب المرحوم قدس الآب يوسف النعمات، الذي خدمك بأمانة وتبرع بكل سخاء وبكل ما يملك لبناء هذا الصرح الكريم الذي يقوم بخدمة كبار السن. كافئه ربي بمشاهدة وجهك السماوي، نسألك يا رب. استجب يا رب. نصلي إليك يا أبانا السماوي من أجل جميع الذين رحلوا منا إليك، متعهم ربي بنور وجهك البهي برفقة العذراء والقديسين، نسألك يا رب. استجب يا رب. اللهم ملجأنا وقوتنا يا مصدر العطف والحنان، التفت إلى تضرعات كنيستك لكي ننال حقا ما طلبناه واثقين بالمسيح ربنا. البخور عربون اتحادنا بالله، يحرق كبرياءنا، يعطي الرائحة الحلوة لتصرفاتنا وأعمالنا، ويشرك ناسوتنا بلاهوت المسيح المنتصر على الموت، ويرفعنا إلى العلاء.
الإنجيل تعليمك يا رب، نقدمه على مذبحك كالنور لأعماق قلوبنا، لكي يضعنا على الدرب الصحيح ويؤدي بنا إلى المسيح ونحو السماء الجديدة والأرض الجديدة. العذراء مريم خرجت عن ذاتها لتجد سعادتها وفرحها في الله، إنها رمز الانفتاح الكامل. اجعلنا نقتدي بها فنتمرس على الصمت والتأمل والصلاة. الطوباوي أبونا يعقوب، أبونا يعقوب الذي أحب الرب من كل قلبه ومن كل قوته ومن كل فكره، عبر عن هذا الحب طوال حياته بحب مماثل للصليب وللقريب. هذا الحب جعله يرحب بجميع أنواع البؤس ويوسع قلبه لكل إنسان دون تمييز. البرشان بالتجسد صار بيننا، بالقربان صار فينا. في القربان نجد المعلم الذي يعطينا النور والطبيب الذي يشفينا. لا نكتفي بأن يكون الله في قلبنا، يجب أن يكون في وسط قلبنا. الكأس، الكأس عربون الكيان، في داخله حب مطلق، إرادة مطلقة، نتذوق منه الفرح الأبدي، ثمرة تعلقنا بالمسيح الذي يريح نفوسنا ويغفر خطايانا. النبيذ والماء علامة الوحدة، نشربها في الكأس الواحدة فتربطنا بالعهد الوحيد، عهد الله مع شعبه. Thank you.
صلى الإخوان الله الأب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. يقبل الرب الذبيحة من يديه لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا ولخير الكنيسة المقدسة بأسره. هذه هي التقدمة التي أزالت خطيئة العالم على مذبح الصليب. فنطلب إليك يا أبا المراحم أن تطهرنا بقوتها من جميع آثامنا بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم ومع روحك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى العلى. إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعدل. نول حق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان. أيها الرب الأب القدوس الإله القدير الأزلي، إنك قد جعلت من شجرة الصليب المقدس أداة لخلاص الجنس البشري بأجمعه، ذلك أنك شئت أن تنبعث الحياة من حيث نشأ الموت وأن يغلب بالشجرة من بالشجرة قد غلب بالمسيح ربنا. به الملائكة لجلالتك يسبحون، والسيادات لها يسجدون، والسلاطين منها يرتعدون، والسماوات وقوات السماوات والصاروفيم الطبويون بهتاف واحد إياه يبجلون. فإياك نسأل أن تضم إلى أصواتهم أصواتنا فنسبح في خشوع قائلين: قدوس 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 أنت الرب القوي إله الصباوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم. خشعنا في الأعالي مبارك ملء باسم الرب. خشعنا في الأعالي. حقا إنك يا لقدوس أيها الأب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الأب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها، فيتحول إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي، الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. لذلك أيها الأب، فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء، منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحياة المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك
كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح. ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم البتول والدة الإله، والقديس يوسف خطيبها العفيف، ورسلك الأبرار وشهدائك الأمجاد، والقديس يعقوب الكبوشي وسائر القديسين. فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، وأن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطاركتنا وأساقفتنا وجميع الأساقفة وسائر كليروس والشعب الذي اقتنيته. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الآب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا وأخواتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد، بالمسيح ربنا الذي بيتجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. والآن لنصلي الصلاة التي علمنا إياها السيد المسيح والتي بها نطلب غفران خطايانا، ولنقل: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلامة في أيامنا، أعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطية لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم. لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك ايضا. تبادلوا سلام المسيح. يا حملان.
حامل خطايا العالم ارحمنا يا حمل الله الحامل خطايا حمل الله وذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لكن قل كلمة واحدة. إلى وليمة الحمل
الأبدي آمين. ناه نفسي أبرى في الصليب في الصليب راحتي بل فخري في حياتي وكذا بعد دفن القبر قد عند الصليب دم ربي ابني وعن القلب الكئيب زال كل هني في الصليب راحتي الفخر في حياتي وكذا بعد دفن القبر قد رأينا في الصليب قوة الرحمة بدا أمر عجيب فدية للجاني في الصليب في الصليب راحتي الفخر في حياتي وكذا حياتي وكذا بعد دفن قبري في الصليب في الصليب راحتي الفخر في حياتي وكذا لنصلي. لقد تزودنا الغذاء المقدس، فنسألك يا أيها الرب يسوع المسيح أن تنظر إلى الذين فديتهم بخشبة الصليب الحي وأن تبلغ بهم مجد القيامة. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. لنبارك هذا الرمان ونبارك مقدميه أيضا. أيها الرب يسوع، أيها الرب القدوس، الآب القادر على كل شيء، الإله الأزلي،
منبع كل الخيرات والبركات. نسألك أن تبارك هذه الهبات والعطايا وهذا الرمان ليكون لمن يتناوله صحة للجسد ودواء لكل الأمراض ووقاية من جميع حيل العداء. بربنا يسوع المسيح الذي يحيي ويملك معك باتحاد الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. صليب الرب حقا صرت فردا في السجان ما نام غرس شبيه بك زهر أو ثمار يا ما سميرا فريدا للصليب المنتصر وصيفا فادي البرايا كيف بالموت انتصر. أسلم النفس اختيارا لعذاب لا يحال وارتقى عود صليب حمال الله فيه أشواك الآلام ومسامير حداد فجر ماء ودام طهر الدنيا جميعا ففاد كل البشر. دوحة مجد أليني واخفضي هذه العيون
طبعا غليظا واسقي لي من الغصون مهدي للرب مهدا إنه الملك الأغار صرت أهلا لتقل وحدك الفادي الدبير ولغرب الكون مرفا صاحب الفلك المسيح من طاله بدماه كخروف قد نحر Thank you.
تلت غزير اليوم زادت حلاوة الوين ببركة أبونا خليل يعقوب ترويها موسم نعم حب وصلاة وتلحين وهيات وصلاغيت فرحة عرس قوية